السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا في يوم جديد وحلقة جديدة وفرجة داخل السلاكة. وكم معلومة كده، وما يرد الله وحشني كتير والله، واخد دور برد تنفسي ما يعلم بيه الا ربنا، بقالي كم يوم كده، فالدعاء مش اكتر ولا اقل والله. فنحمد الله على اللي بيجيبه ربنا، الحمد لله. بس الحمد ده ملوش اي ذنب الواحد والله. بص يعني مش قادر اللي اطلع، وجنابي ورجل ومكسر خالص، بس الحمد ملوش اي ذنب عشان ربنا يرضيك. اعتني بالحاجة اللي يعني يعتبر دي امانة، فانت راعي ربنا فيها وراعي ضميرك فيها، فهتلاقي ربنا يكرمك. فاحنا برضو ان شاء الله هنتكلم في كام نقطة كده، بحيث اللي احنا نبدأ موسم خير علينا وعليكم وعلى امة محمد، ويعتبر موسم على بياض، موسم على بياض. انا دلوقتي الحمام يعتبر فكه، واقول لك كم معلومة عشان تساوي الحمام ده كله ببعضه، لان في حمام تحتيه زغاليل، ربنا مرضيني، وحمام معظمه تحتيه زغاليل. فاحنا عشان برضو نريح النت ونريح الدكورة الحضان بتاعتنا، حمام الغزار كله اتفك الحمد لله، ما فيش الا كام قص فوق في السلاكة التانية دي، هما اللي زقين اللي هو يعتبر اخر وش ليهم، فانا اللي سايبهم ايه. وحايب برضو هنتكلم مش ناسي حتة اللي هو التعامل للحمام الغزار، او ازاي تخلي الحمام الغزار بتاعك يزق، والقصة دي. فبرضو دلوقتي اهو الحتة اللي انا قلت لك عليها قفلنا الحمد لله، مفيش الا الشراعة دي اهي، اهي لغاية هنا اهو، دي الشراعة دي اللي سايبها، اللي يعتبر منفس هواء والشمس بتخش الصبح، وكده كده السلكات كلها متهوية لان السقفية مفرغة والارضية من تحت مفرغة، لان دي من فوق لحم السطح، يعني دي يعتبر اول قلبه، فعشان كده انا دي على طبليه يعتبر، فهي متهويه. غير اللي انا بقول لك الاوضه من تحت او اللي هي الغرفه اللي انت بتفرخ فيها بتبقى لازما لها تهويه حاجه تانية، لكن اللي هي كسلاكه ممكن تقفل الثلاث جناب بتوعك وتسيب لهم الحته اللي بيخش منها شمس، بحيث اللي هي تهوي السلاكه بتاعتك ما تكونش مكتومه زياده على اللزوم. طيب، لكن ظهر الحمام، ظهر الحمام لازما يكون متدفي. فاحنا هنتكلم مع بعضنا كده ونوريكم برضه، عشان انا بصور بالكاميرا الاماميه، فاوريكم شكل الحاجه بمرض الله. انا عاملها هنا اهم، وهم دولت اللي في ايدينا، ميه نظيفه، كلفه نظيفه، دولت اللي في ايدينا. سيبك بقى من موضوع النظافه، لان النظافه دي عمرك ما هتنضف مسقه والارضيه بتاعتك هتكون لا مؤاخذه وسخه، عمرك ما هتعتني مثلا بمسقه واكل والطاجن بتاعك هتكون سايبه. يعني انا دلوقتي بتكلم في اكل وميه، والمناخ والجو ده بتاع ربنا مش بتاعنا، فحته النظافه دي مفروغ منها، دي اساسيات، ودي بقى يوميه. يعني دي عشان تفرغ المسقه دي لازم أن تكون بالشكل ده، نضيفه بالشكل ده، والله مش عشان بصور ولا اي حاجه، ولازم أن الكلفه بتاعتك كده. ده تقشيط يا جدعان، ده تقشيط اهو، بص عامل ازاي. وطبعا ما بيتلمش كده، في زبلايه بتترمي، في اي حاجه بتتنضف وكده. ده التقشيط من قلب البيبان، فبجمعه على الارضيه، بص زي كده اهو مثلا، ده من مكلف اهو، بعمله كده اهو. الحمام بقى بيعمل ايه؟ الحضان بيبدا اللي هو دلوقتي يخش بقى ايه، يلقط الفلاه، يلقط الدرايه الصفراء كده، مفيش اي مشكله، هم واكلين ومظبطين دنيتهم والزغاليل زي الفل. بس هم دولت ايه، يعني زي ما بعمل معاهم واجب اخر الليل، ادام عملوا الواجب اللي عليهم فبعمل معاهم واجب بالليل كده اهو، اللي احنا بنعمله. طيب دولت النتي بتاعنا، بتوعنا اهم اهم، اللي في قلب المصايف. طيب تعالى هنا، اي انتايه حماميه صغيره سنها صغير دي تبني سلاكه، حمامه صغيره دولت اللي هم كان ربنا مرادينا فيهم في اللوط، معانا الحلسه اللي يشرب بندقه دي كبيره، لكن الباقيين دولت عيال صغيره، اكبر مثلا اكبر واحده فيهم دلوقتي عليها واحده ولا عليها الصمر، والباقي اتنينات تلاتات. الحمام ده، الحمام ده يفضل واقف كده، لان ده يبني لك سلاكه، ده يبني لك سلاكه. الحمامه دي تطلع برضه انتايه، ريحانيه كانت سايبه فوق برضه نزلتها. انا لو حمامه تحضين سايبه، الحمامه دي باسس بيها، باسس بيها، فما تفرحش اللي هو يطلع لك كام نتا تاخدهم تبيعهم، لا، النتي دي هي اللي بتعمل سلاكه، هي اللي بتبني لك السلاكه. لكن الدكر ممكن يهدم لك سلاكه، لو دكر غاب ودخل وانت مثلا ايه
في قلب باب وانت مفتح لكام قصة هيموت لك زغليل يكسر لك حصى، ده بالنسبة لو ذكر غبي. لكن لو نت لو 20 30 نتاو ورصيتهم في مصاطب مفيش اي مشكلة، لكن دكورة مالهمش عازة لان دولك كترهم بيبقى خسارة عليك، خسارة عليك. طيب هنا الحمامة دي بقت زي الفل وزايفة على الايد اهي اهي اهي، الصلاة على النبي رمت والدنيا بقت زي الفل. قص الشخاشله دول بالبرانيت اهو، بسم الله ما شاء الله، راقدين على حصام والحصى بتاع لسه كاشف عليهم فيعتبر فيهم حصوه بتنقط، تمام. دول راقدين على زغلول والزغلول التاني محضنه تحت قص غزار فوق، دول كانوا فاكين اتنين، حضنت واحد تحتيهم او سبت لهم واحد تحتيهم وخدت التاني طلعته لقص غزار. طب عيال القص الغزار، عيال القص الغزار خدته حطيته تحت قص تحدين لم لازما اخلي الغزار بتاعي يزق ويحن على حصى ويحن على زغاليل، بس ما هنهوش اريحه في الزق بتاعه. يعني هو فرد حام عضمه تقيل لابس عضمه ولا القصه دي، لازم اديله فرد حام وشه ومبحبح بحيث اللي هو يملكه وبحيث اللي انا ما بهلكش القص بتاعي ولا بجهده ولا بجهده. لكن لو سبت له عيله هيجيبه مفيش اي مشكله، بس هيطلع من الزق يا عيني مورق فرد الحمام ويعتبر صحته في الناس. فاحنا برضو ما بنهلكش، لا اللي احنا عايزينه بنعمله مع الحمامه، بس لازما اللي احنا بنديها الاحتياجات بتاعتها ولازما نريحها في نفس الوقت. طيب دي حمامه خضره برضو نفس القصه كده واقفه لوحدها، لان ما كانتش برضو عينك في قلب النتي، دي حمامه ما بتكلفش كويس، في قلب المصطبه خدها وقفها الباب. دول اتقص حضان تحتيهم زغلين. طيب تعالى هنا بقى عشان احنا نسوي اللي هي الاسوس بتاعتنا، نسوي الاسوس الحضان بتاعتنا، لان الحمام الغزار خلاص احنا ايه يعتبر موقفينه، مفيش ولا قص ملقي في ظهري، مفيش ولا قص ملقي في ظهري. طيب الاسوس الحضان بتاعتك بتعمل ايه؟ اهو القص اللي يفضل اقلب الطاجن وسيب الدكر لوحده وارفع النتام عليه، اقلب الطاجن وسيب الدكر واقف في بابه وخد النتايه حطها في مستوى وخد حطها في اي يعني مثلا لو عندك مكان لحته النتي السايبه. طيب القص دولت ركز بقى عشان في كام نقطه كده جايين، الزغلين دولت سايبهم مع القص لغايه ما يشدوا، لغايه ما يشدوا عشان هوريك لقطه تانية، عشان القص دولت هما يقوموا بالاثنين، القص دولت قايمين بالاثنين لكن واحد لوحده مش قايم بالاثنين. خد بالك عشان انا جاي لك في نقطه تانية، يعني انا بقول لك القص دولت انت في قلب سلكتك، في قص بيقوموا بالزغلولين، بيقوموا بالزغلولين لكن مفهومش واحد يقوم بالزغلولين لوحده. انا بقول لك الكلام ده وبتكلك عليه عشان جاي لك في نقطه تانية الناحيه التانية. طيب الزغلولين دولت لسه يعتبر في الطاجن، ما طلعوش ما وقعوش من الطاجن، فساب القص بتاعهم اهو على الارضيه ماشي. تعالى هنا، هنا بص بقى رافع النتاية وسايب الزغلول مع ابوه، رافع النتاية وسايب الزغلول مع ابوه. طيب الزغلول بياكل والدنيا زي الفل عفوا يا رجالة، مفيش مشكلة، وكنت رافع النتاية والزغلول اقل من كده لان كان بيلقط والدكر بيزق، فدولت لو بيلقطوا شايف الدكر بيزق معاهم كنت رفعت النتاية، بس النتاية كده كده مشوكة فمش هتحصي فما فيش اي مشكلة، يشدوا ويطبقوا في الكلفة روح رافع النتاية برضه. لازم انا رايح الحمام ده دكورة بنتي عشان ابدأ موسم على مية بيضة، تمام يا رجالة اهو ماشي. طيب تعالى هنا، الزغلون دول كانوا صغيرين، رفعت النتاية يوم، رفعت النتاية يوم وسبت الزغلين مع الدكر، سبت الزغلين مع الدكر، جاب واحد وما جابش التاني، جاب واحد وما جابش التاني. طيب رحت جايب النتاف، يعني انا يعتبر سحبتها بالليل وهي زق الزغلين، سبتهم طول النهار الدكر مع عياله. طيب جيب بالليل زي دلوقتي وانا بتابعهم لقيتهم زقين واحد، لقيت الدكر زق واحد والتاني مش مزقوق، رحت جايب له النتاية يعتبر رحت حاططها لهم النتاية امهم، رحت حاططها لهم راحت زقة التاني، يبقى كده زي الفل، يبقى سيبهم لغايه ما دولت اللي هم يطبقوا في قلب الكلفه، يبقى انا ما ارفعش النت ادام دولت
ما بيطبوش في قلب الكلفة والدكر مش قايم لوحده. طيب الدكر ده قايم بالزغلول بالصلاة على النبي، فساب الزغلول برضه معاه، وان شاء الله هنعمل فيديو بقطف الزغاليل. طيب الزغلولين دولت معاهم الدكر لوحده. برضه جربت في يوم ولما رفعت النتي كلها، جيت تاني يوم بقى وانا بقشر بالليل بشوف الاسوس بتاعتي، بشوف اللي جابه الواحد، بشوف اللي جاب اتنين. طب الدكر اللي جاب اتنين وقومهم والدنيا زي الفل، خلاص النتاية ترتاح، ومعلش هاجع عليك شوية بس انا كده كده براعيك بشوية الكلفة بتاعتك، وبسيبك في اخر اللي هو الليل بحط لك شوية كلفة نضاف برضو بعد ما بتزق الزغلين، بروح عليك بديك شوية الكلفة الخشنين بتاعك بحيث اللي انت ترم. وانت كده كده الدكر بيبقى في قوة دفع غير النتاية، الدكر جسمانيا وصحيا في زقه لما الزغاليل بتشد قوة دفعه بيبقى اقوى من نتاية. طيب الدكر ده معاه الزغلين برضو، وكانوا اقل من كده وهو قايم بيهم بالصلاة على النبي. طيب هنا ده واقف فرداني وده واقف فرداني، خلاص بقى اللي هو ايه خلص يتقلب له الطاجن بتاعه. طيب دولت زغلينهم بالصلاة على النبي اهو، مقاس واحد بالصلاة على النبي اهو الطاجن. بص عدم الطاجن نضيف ما يشغلنيش اللي حواليه، عدم الطاجن نضيف ما يشغلنيش اللي حواليه. ليه؟ لان اللي حواليه ده الزغلين يعتبر بيجوا لما يعملوا الزراق بتاعهم ما بيعملوش في الطاجن، الطاجن نضيف بيعملوه بره الطاجن، فده مفيش يوم التاني بينشب بسكينة المعجون وممكن يقع لوحده، يعني ده ما يشغلنيش. بس اهم حاجة الطاجن ما يكونش مندي اهو. ده دكر واقف فرضان. طيب الزغلين دول بالصلاة على النبي شخاش لسود، سوادهم سواد بيلمع بسم الله ما شاء الله عليهم اهو. الدكر لوحده. طيب ده دكر واقف فرداني، وادي الدكوره الغزار بتاعت ايه اهي اهي، بصوا واقفين ازاي اهو، كل واحد يلزم شجرته اهو، اللي هو يركب الطاجن بتاعه او الطنجر بتاعه او الكابول اللي انا حاططه له اهو، كل فرد حام لازم الباب بتاعه ويخلص قدش ويتستف والدنيا زي الفل اهو، عشان قلت لك الدكوره اللي وراها كلها فككها عشان ابدا موسم على ايه، على نظافه. حام اهو اعتبر مقفل صمم معايا، بس انا عايز اسوي الحام ده كله ببعضه اهو، ولا مشوكين ولا اي حاجه اهو. حام اهو يعتبر كاسه اهو، وثلاث ارباع الصم ايه غير الحمام بتاع النش زي ما انا بقول لك، حمامه نظيفه، حمامه متستفه، والدنيا زي الفل. اللي مخروط اه ده مال الجلع. بص الصم برضه ايه، عشان برضه ايه تبقى معايا، عشان الحمام ده اصلا مقفول عليه. بص الصمة من العيشة مع الحمام، فانت كل حاجة لما بتيجي تتكلم بتتكلم بالحمام لانك انت عايش معاه. تمام يا رجالة، وادي القص دول اهو، قص الحضانة الوحيدين اللي في الوش ده. بص بقى هنا هو عامل ايه اهو، قافل الظهر بتاعهم خالص، وهنا نفس الكلام. بص حمامة واقفة واكلة صحتها كويسة، ولا سعانة ولا مقفعة ولا منفذة ولا منفذة ولا أي حاجة. بص أهي، بص وادي أهي، وأنا زي ما بقول لك لو الهواء بيرد أهو بيجي يضرب كده، فكده كده أنا عامل إيه بعد الوشوش. وهنا نفس القصة أهو، مش مهم المنظر، ومش مهم بقى اللي هو ايه عامل لك رسمه واجيب لك بوكي ورد والقصه دي، لا اهم حاجه اللي يدفي، اهم حاجه اللي يدفي. ما انا فرحتي اللي انا عامل ديكور وعامل كده وبانر وقصه وورد وشخاليل والكلام ده، ولا عارف افرغ زغلول ولا مهتم بالحمام. فانت كده كده في الشتاء البس مقطع
والبس عليه جاكيت نضيف من فوق. في الشتاء البس مقطع من تحت يدفيك، والبس جاكيت نضيفه عليها من فوق. وصلت ولا الطريق زحمه؟ طيب ده الفيديو بتاعنا النهارده يا جدعان، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كنت ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله، احلى ناس في الدنيا.